إوا الحمد لله. أولا غنشكر ربي تبارك وتعالى، سر الحمد لله أسرت ينفع ربي العباد والبلاد. المهم نترجعو، أما ستمد ني تلف نسمست الخيرة أتسيد دين الخيرات صايكلي ستينيكا أشكون مدنا رتير فاسن، لأنه أزني قضاكا يا وليد تاوين سل المدرسة يا وليد تاوين سل الجامع سنيتا الشهر المبارك أريتي لي قبل فمست المسجد عرفت الميد ليلا ونهارا بالنسبة للتراويح صلاة الظهر صلاة العصر. المهم عرفتي كيف خاصنا ندن بزاف هاتي، المهم كي كلو زران ميدن هاتو راه غايزي راه غايدي زري بنات ما بلا سل العمل صحاني اللي ساتينين. المهم نتشكر ميدنا هذا أرجيس الضلا تصلح لنا الخيرة هذا ينقي باش الخيرة هذا يوري غايش لي ستين نكا. احنا اليوم سيدي في دار ابو بكر فاش كنا دار ابو بكر فاش كنا دابا الزناقي على حسب الشتا راه مكرفسين شويه مكرفسين. كاين كاع واحد الزنقه هنايا كاين واحد الزنقه هنايا كان ديجا فيها الضيه ديال الماء ودرنا ليها ودرنا ليها التفنه حنا غير المواطنين درنا ليها التفنه. دابا قلنا لهم اودي على حساب الكاس قال لهم قال لنا لا ما غنديروا سميتو الكاس ديك البلاصه فاش لقيناهم الكاس غنوري لهم غندير لهم الكاس ديك البلاصه فاش ما لقيناهم الكاس راه ما غادي نديرو سميتو ما غندير لهم الكاس. دابا هاد الزنقه راه مكرفصه بزاف مع هاد الشركه اللي دوز اللي داز دا سميتو لازيكو لازيكو الماء لا خدامين خدامين غير باش مكرفسين حنا غير هاد الزناقي اللي ما داير لهم الكاس اي ما خدامين لا خدامين مكرفسين حتى هما نيت ماشي زعما ما خدامين خدامين مساكن. عندنا بزاف العراقيل منذ بدايه الاشغال في دوار تيكمين بو بكر من ضمنها عدم تتمه الاشغال في الازقه اللي بداو فيها. كنلقاو مجموعه من الازقه مازال ما تمتش فيها الاشغال. الجامعه كتقول باللي راه فتنا ما يفوق 50% في الاشغال ديال دار بو بكر، ولكن فاش كتجي الارض الواقع كتلقى الكارثه عظمى. دابا غدور في دار بوكر كامله غتمشي لدوار العرب غتلقى نفس الشيء، غتمشي للزرايب غتلقى نفس الشيء، غتزيد الحي بن هنار غتلقى نفس الشيء. بمعنى الاشغال الوتيره باش غادي الاشغال في دار بوكر ما كتفرحش الصراحه، وما كاينش تنظيم وغياب تام ديال التقنيين، لان المساله اتضح لنا من بعد من بعد من بعد ما تواصلنا مع الجامعه مع المسؤولين ديال الجامعه جاوبونا باللي راه الشركه اللي واخده المشروع في دوار دار بوكر عندها تقنيين، ولكن تفاجئنا في الاخير باللي هذا الشيء كامل عشوائي. وهذا الشيء زعما راه بالدليل والبرهان كيف ما كتشوفوا انتم كصحافه جيتوا انتم ما كاينش اللي عيط عليكم جيتوا غير حيت الوضع كارثه في دوار ديك من بوبكر نظرا لمجموعه من الناس اللي كيتحدثوا على الامر في المواقع التواصل الاجتماعي، لان في الاواخر في الاونه الاخيره ولينا كنقولوا يا ريت لو كون بقات ديك من بوبكر كيف كانت بلا ما يداروا فيها هذه الاشغال لحد الان مازال ما كاينش شي حاجه صراحه اللي كتفرح. هاد الامطار ديال الخير الحمد لله فهي بادره خير والحمد لله الناس تحسنوها والحمد لله نتمنوا انها تعود بالنفع على المواطنين ديالنا وعلى الفلاحه ديالنا وعلى الجو بصفه عامه وعلى الماء وعلى حقنه السدود. كما يعرف الجميع فهاد المنطقه اللي غطيتو اليوم في هاد التغطيه وهاد التحقيق الصحفي اللي درتو فهي منطقه تيكمين بوبكر اللي كتعرف اشغال ديال تطهير السائل اللي الحمد لله اليوم هذه الاشغال وصلت تقريبا لواحد 85% ديال الانجاز ديالها. كذلك الاشغال كتعرف كذلك اشغال ديال تغيير ديال القنوات ديال الماء الصالح للشرب واللي الحمد لله حتى هي في تطور متقدم. الان نحن مقبلون على تغيير العدادات ان شاء الله ديال 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 المنازل ديال الناس. الاشغال كما كتعرف يعرف الجميع ف كدازت في واحد الظروف مزيانه بفضل تضافر الجهود لا من طرف السلطه المحليه في شخص السيد القائد واعوان السلطه، لا من طرف كذلك الناس ديال لارامسا، لا من طرف كذلك الشركات المناوله وبالاحرى الشركات النائله للصفقه اللي خدامه في هذا المشروع ديال تطهير السائل التي ابانت على علو الكعب ديالها في العمل اللي دارت واحد العمل في ظرف وجيز تقريبا نص المده استطعت انها تكمل جميع الاشغال. تقريبا نسبه تقدم الاشغال ديال تطهير السائل في تيكمين بوبكر وصلت عندنا واحد 85%. نطمح ان شاء الله من هنا للاشهر المقبله اننا نوصلوها للتغطيه الكامله ديال 100% ان شاء الله ديال 100% تحدث عن المنازل المأهوله بالسكان. الاشغال كما كيعرف الجميع فهي اشغال
عندها حوايج، لانه تيكمين بوبكر كتعتبر ان شونتين خدامين فيه جوج الشركات، وبالتالي من بعد التساقطات المطريه المنطقه غادي تعرف بلايص اللي غيكون فيهم الغيص، غتعرف بلايص اللي غيكون فيهم الطرقان ما دايزينش، غيكون قيلات ديال الماء، بركه ديال الماء، وبالتالي هذا شيء عادي. بالنسبه للحاجه الوحيده اللي عندنا الحمد لله في الدرارقه وفي هذا المشروع، راه كاينين جماعات قريبه، راه هاد التساقطات المطريه عرات كاع دوك الاشغال، كاينين البلايص جماعات اللي فيها رابوا وهذوك لي فوسي طاحوا فيهم الكاميوات، وقعوا مشاكل كبيره. كاين الجماعات اللي راه كاينين فيديوهات ديالهم منتشرين، الماء ديال التطهير السائل كيرجع للناس على الديور ديالهم. الحمد لله كما درتوا معنا جوله الان في تيكمين بوبكر، فما كاين حتى شي مشكل من هذا النوع. كاين الغيص بطبيعه الحال، كاينين بركة ديال الماء راكضه، ولكن الحل ديال هاد الامور هي انه ان شاء الله من بعد ما اليوم دوزنا الدوره ديال المجلس اللي فيها سياسه المدينه خاصه بمنطقه الدرارقه المركز وتقادير تنعبادو، ان شاء الله بمجرد الانتهاء من الاشغال ديال التطهير السائل بمنطقه تيكمين بوبكر وتقادير وتدوارت عفوا وتناعيت، فحتى هما يدخلوا البرنامج ديال سياسه المدينه، هذا البرنامج اللي غيدير اعاده التاهيل والتبليط والباباج ديال مجموعه ديال الازقه والشوارع الرئيسيه في هاد المراكز. بالنسبه لتتبع الاشغال، هذا السؤال كيطرح نفسه، فتتبع الاشغال فلا رامسه بعدا. اولا الرامسه كاداره دايره مكتب ديال تتبع الاشغال، واحد المكتب ديال تتبع الاشغال هو اللي كيتبع الاشغال، واحد البيرو ديتيد هو اللي كيتبع الاشغال، بالاضافه للمراقبه الدوريه والمستمره ديال الجماعه ديال الدرارقه، بالاضافه لكذلك التفاعل المستمر والدائم مع الشكايات ديال المواطنين. كانوا مجموعه ديال المشاكل ديال المواطنين، هي في التشوير، هي في القنوات انها كتكون هابطه ولا طالعه، كما يعلم الجميع. فاحنا كنشتغلوا دابا في هاد الاحياء، للاسف الشديد احياء بنيت بواحد الطريقه عشوائيه، وبالتالي خاصك تصادفتي معهم هذا المشروع، لانه كيكونوا عندك لي بلون درتيهم على التصاميم، درتيهم على امور، وانما ملي كتجي للتنفيذ ديالهم كتوحل، وبالتالي كيبقى هذا اشكال كبير خصنا نقلبوا ليه على حلول. بالنسبه للتفاعل ديال الشكايات ديال المواطن، فهو كان تفاعل دائم ومستمر، وهذا من نكروه ما نكروش كذلك الدور ديال الناس ديال لا رامسا، اللي حتى هو بمجرد احاله شكايات عليهم كيتفاعلوا معها وكيخرجوا ليجان ديالهم اللي كتقصى في الموضوع، وكنثبتوا وكنشوفوا الامور واش تستحق انه يتعاود هذيك الروكار على سبيل المثال ولا لا. وكذلك ومثال حتى الشركه المناوله، حتى هي الناس ديالها اللي متواجدين دائما في الميدان واللي كتواصلوا بشكل مستمر مع السكان من اجل وضع او بالاحرى ايجاد حلول ومخرجات للمشاكل اللي يمكن تتلاقى في الوقت ديال تنفيذ الاشغال.